في موقف صاير لي قبل سنتين سلام معي بالجامعة. الموقف هذا سلمك الله عندي واحد من أخويا أحمد الشمري أحييه من هنا. استاهل. استاهل الطيب. جيته قلت ترى يطالع عقب أسبوع أبى أتعالج في باكستان، عندي إصابة ولقيت لي علاج في باكستان. قال معك فلوس؟ كتب الشرك كاملة وباقي مبلغ بسيط بكمله إن شاء الله وأوفي المبلغ وإن شاء الله ماشي. حنا كان معنا جروب واتساب من أخويانا بالجامعة. وش سوى؟ سوى جروب نفس أخويانا وطلعني من الجروب، جروب ثاني. قال لي الربع منيف عنده كذا، هذا معروف الجروب ذا معروف. قال يا منيف عنده العلم هذا، عنده رجال علاج وما كم، والله أني ما قلت غير هو، ما علمت من الربع غير هو. عقب يومين هو يدق علي قال يا منيف وين أنت؟ قلت في البيت. قال اطلع خلنا نتغدى سوا. قلت مشينا حنا متغدين ويطلع الظرف قال هي 23,000 ما شاء الله. ما سألته أنا المبلغ كم، ما قلت له المبلغ يناقصني كم، قال هذه 23,000 ما هي مني، من أخويانا كله. قال من أخويانا. الموقف هذا لسنتين، ويوم دريت أن حلقتنا اليوم والخيمة هاليوم قلت الموقف هذا ما كتبت فيه قصيدة قبل ولازم أكتبها الحين. هو طيب وانت طيب بعد راسي ما عليك زور من غير قصور من يسمع. وقلت يا خوي يا خوي وانت بالشدة قوي، يا خوي وانت بالشدة قوي، يا الخوي اللي يشرفني نباه، يا خوي من المراجل مرتوي وانت في سر الخوي بير وغطاه، انت مثل النور يضوي لي ضوي، لا من اظلم وقتنا ودارت رحاه، الخوي مع الخوي فعل سوي طاب فعل طابت فعوله معاه، الخوي مع الخوي فعل سوي طابت فعوله طاب فعله طابت فعوله معاه، وان كان قداها الطريق الملتوي خاب فك خاب ذكره خاب فعله ذا جزاه، وانت رجل من المراجل وانت رجل من المكارم محتوي طيب فعل وطيب ذكر وعزجاه يا رفيقي، وانت عندي من ذوي واللي مثلك ما نشكك في غلاه. سلامتك واسمعوها تستاهل الطيب واسمعوها.